اللي أنا أعتبرها إن شاء الله اليوم بتكون من أجمل الجلسات وأسخن الجلسات. نرحب بضيوفنا الكرام في صالون الملتقى، الأستاذ حسين لوتا والدكتورة بروين حبيب. أنا طبعا يعني اسمحي لي أني أطلق عليك لقب الفراشة بروين، نبتعد عن الدكاترة ونخلينا في الفراشات، في مملكة الفراشات. نرحب بكم في الجلسة اليوم. إن شاء الله جلستنا بتكون لمناقشة رواية بين الزوجتين، وكما ستكون الجلسة إن شاء الله متنوعة بين الشعر وكتابة الرواية. بس قبل ما نبتدي حاب أعرف بضيوفنا الكرام. الأستاذ حسين علي لوتا ولد سنة 1961، ولد مع الشعر، عاش طفولة مختلفة، رافقه الشعر في حياته وهو يكبر من دون أن يعي ذلك، إحساس دائم ينبض في داخله، عاش في عالم من نسج خياله، بدأ يخط إحساسه الداخلي من سنه 16 على الورق حين عرف أنه يكتب أول قصائده الشعرية. عاش حياة مليئة بالأحداث مما أبعده عن كتابة الشعر فترة. صدر له 6 دواوين شعرية، منها نواعم وأشعار، أقدار، أمواج، مشاعر وأبيات، وأوراق الـ50. حاصل على لسانس حقوق من جامعة الإمارات سنة 1984، عمل بوظيفة نائب مستشار بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي من سنة 84 إلى 96، واتجه للعمل في مجال العمل الخاص من خلال تأسيسه مكتب محاماة واستشارات قانونية منذ عام 1997 لغاية الآن. نرحب فيك أستاذ حسين. ونعرف بالدكتورة بروين حبيب، هي شاعرة وباحثة أكاديمية وعلمية بحرينية في الحقلين الثقافي والأدبي، خبيرة إعلامية للعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مؤسسة دبي للإعلام، ومساهمة في تميز المؤسسة عبر إطلاق أوائل البرامج الثقافية الحوارية على مستوى الخليج العربي، حائزة على جائزة المرأة الديناميكية للعام 2011 على مستوى القارات من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لتنال بذلك أول جائزة عالمية تمنح لقصص نجاح نساء حول العالم. حصل على درجة الماجستير بامتياز في النقد الأدبي، كما هي حصل على درجة الدكتوراه بامتياز في النقد الأدبي، ولها عدة دواوين، ومن مؤلفاتها الشعرية رجولتك الخائفة، طفولتي الورقية، أعطيت المرأة ظهري، والفراشة، وكتاب نثري بعنوان دانتيلا أقل من الصحراء. نرحب بضيوفنا الكرام. وقبل ما أبتدي أسئلتنا وحوارنا، أنا حابة أبتدي أستاذ حسين بفقرة من الكتاب وأجعلها كمدخل للأسئلة إن شاء الله اللي بتدير اللي بنسألها اليوم. في صفحة رقم 4 قلت في كتابك: لم أكن أنظر إلى أعلى، كان رأسي مطأطئ على الدوام، أنظر إلى أخمص قدمي، أنتظر قدري ومستقبلي ليسحبني منها. كنت أخشى الاختيار، خشية الوقوع في الخطأ، لأنني لا أحتمل العواقب، أو هكذا كنت أتصور. أحبني الجميع كما كنت، ولكني لم أحب نفسي كما كانت. كنت أغض الطرف عما أريده وما أمكنني الحصول عليه، ظنا مني بأن مرادي قد يزعج الآخرين. كنت أعاقب نفسي بالحرمان خشية عقاب الآخرين، أشعر بأني عشت حياتهم ولم أعش حياتي قط. وايد استوقفتني هاي الكلمات، وحسيت أليست هي قصة الجميع؟ أليست هذه العبارات تختصر معظم الصراعات التي تدور فينا كبشر؟ ومنها أنا صراحة حبيت أسألك هالسؤال: هل كتبت الرواية لتشفى وتتحرر من كل هذه الأفكار والقيود، أم كتبتها لتوجه رسالة مبطنة للمجتمع وللرجال وللنساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مساكم الله بالخير جميع. صوت موجود؟
سعيد بوجودي بينكم. موضوع الرواية أتصور حتى الكلام اللي ذكرتيه بالذات يعني أتصور نعيش مثل ما قلتي كلنا إلى اليوم. حتى أنا ما تخلصت من الكلام اللي كتبته، مع أني أنا متكلم عن حاجة يمكن ما أتكلم عنها اليوم، أتكلم عنها قبل سنوات طويلة، لكن ما زلنا إلى اليوم نعيشها. يمكن نحن نحط مصطلح مجاملات، لكن هاي المجاملات تيجي على حساب أنفسنا نحن. في ناس تلقاهم حولك، عدد كبير من الناس أنت تحسبهم أصدقاء أو هم يحسبونك صديق. أنت تكون هم يكونون أولوية عندك، إذا طلبوك في حاجة، إذا طلبوك في مناسبة، أنت دائما مبادر وموجود، ولذلك أنت بالنسبة لهم صاحب وصاحب قريب ومهم. لكن أنت ما تكون أولوية للآخرين. ويمكن كثير منا لو بيلسي يفكر في الكلام هذا بيشوفك كل يوم موجود عنده. أنت تكون عندك مثلا هالمناسبة، يمكن بعض الأطراف عندها هالمناسبة وايد مهمة، يتمنى أصحاب يكون موجودين، والمب حي الأصحاب، أصحاب يعتقد أنهم أصحاب، فيقوم يبعث لهم رسائل أنه يا جماعة اليوم عندي صالون، اليوم عندي شيء مهم بتكلم عنه، فيمكن يلقى رد من بعض الأطراف إن شاء الله حاضرين بالشوفة مش عارف إيش، لما يجي بالكاد يشوف واحد هذا لو شاف، بعدين ممكن يتعذر بأي عذر، وممكن حتى يشوفك ولا يتعذر لك أي عذر. لكن هم إذا طلبوا بعض الأحيان تلقى أنت شخصيتك مختلفة، ما يمكن واحد يطلبك في شيء يعتقد أنه مهم له وأنت ما تبادر. هي الشخصيات المختلفة. أنا من فترة طويلة أحاول أني أنفض التلفون، أنفض الشيرة اللي عبارة عن نفسي عشان يطيح منها الورق هذا اللي ما أحتاجه. وأعتقد أن كلنا لابد أن نسوي نفس الشيء، لأن أنفسنا أتصور أهم من أي من الباقيين كلهم. الأهمية الباقيين تي بعد أهميتنا نحن، وهي مو بأنانية لكن من حقوق أنفسنا علينا أن تكون بهالشكل. دائما نحن إن أشياء نحب نسويها، في النهاية كلنا محاسبين عن حياتنا، كلنا محاسبين عن الحياة كلنا. فتصور أنت تتحاسب عن حياة ما عشتها مثل ما تحب، أما هاي مصيبة. أقل حاجة أتحاسب عن شيء استمتعت فيه. أنا استمتعت يعني كل ما سويته بإرادتي وباستمتاعي وغير، جميل أن أتحاسب عنه. أما أتحاسب عن شيء سويته عشان خاطر فلان وخاطر فلان وخاطر فلان وخاطر فلان، هاي مصيبة. فيمكن رد يمكن على الكلام. سوري الميكروفون. يمكن أنا ألخص الكلام كله اللي قلته في جملة، أو خلنا نقول كم من كلمة أنت كتبتهم، اللي هي ولنفسك عليك حق. أنت بديت فيها الكتاب ونهيت فيها الكتاب، فأتوقع كلام جميل. ومثل ما قلت يعني هاي يمكن إحنا الدوامة اللي إحنا كلنا عايشين فيها، واللي أنا أشوف الشخص بالفعل اللي هو عنده القوة والجرأة أنه يمسك زمام حياته ويطلع من هالدائرة ويخلق حياة جميلة حق نفسها. مثل ما قلت أنا وايد أتفق معاك في هالشيء، أن على الأقل نتحاسب على حياة إحنا عشناها بكل حب وسعادة. سؤالي التالي للدكتورة بروين، للي ما قرأوا الكتاب، أنا بس حابة ألخص فكرة الكتاب، وهو يمكن الكتاب مبين من عنوانه ما بين الزوجتين. هي قصة شاب يتزوج زوجة إماراتية وزوجة من أمريكا اللاتينية، والقصة كلها تدور بين هاتين الزوجتين. سؤالي للدكتورة بروين، كتبتي في مقال في كتابك دانتيلا أقل من الصحراء بعنوان أحبك أيها الرجل المتزوج. أول سؤال حقي، لماذا هذا الطرح؟ وهل ممكن أن تحب الدكتورة بروين رجل متزوج؟
هذه فتشة كبيرة من بداية الجلسة. أنت إحنا من البداية مرطينك اليوم. من البداية الحوار ساخن. أولاً أنا يسعدني إني أشارك الصديق الشاعر حسين لوتا هذه الحلقة النقاشية. يمكن أستاذ حسين عبر في بداية سؤالك عن التعب النفسي، وهذا يمكن المتلقي الموجود عندنا بالقاعة اللي قرأ الرواية واللي ما قرأ الرواية هو وصل إلى هذا الكلام، لأن أعتقد يعني في نظري أنا لخصتها بجملة: الخروج من الجنة بتفاحة. فكيف الخروج من الجنة بتفاحتين وتعب في القلب؟ لأنه هو وصل في نهاية المطاف بين زوجتين أو بين حياتين وبين تجربتين وبين امرأتين إلى هذا التعب، فتلفت إلى قلبه بعد أن تعب قلبه من اللحاث والماراثون العنيف اجتماعيا ونفسيا في التوازن، هذا التوازن النفسي الداخلي، وأيضا إعطاء كل واحد المحاولة في إيجاد العدالة، وإن تعدلوا فلن تعدلوا. المقالة اللي ذكرتي في كتابي أحبك أيها الرجل المتزوج، لما كنت طالبة بالجامعة قريت مقال لكاتبة سويسرية مولودة في لوزان اسمها لورون سوبيتو. هذا المقال يتكلم عن امرأتين في حياة رجل واحد. المرأة الأولى هي الزوجة والمرأة الثانية هي العشيقة. فكانت تبين طول الوقت كيف أن العشيقة تعيش بشروط قاسية، هي امرأة الشموع والمدن والحب والتوهج والأثير والرومانس واللذات المختلسة و أما الزوجة فهي السيدة الفاضلة اللي عايشة روتينها البائس كذا كذا. وكانت تدعو أن هؤلاء النسوة في حياة الرجال هن العشيقات اللي سمتهم نساء الظل. أنا كتبت المقال بأن هؤلاء لسنا نساء الظل، هن نسوة الوقود، نسوة الشغف. والكاتب هنا طبعا يختلف في تجربته بأن هو حول العاشقة ماريا أو حالة العشق اللي عاشها سريعا في الرواية إلى حالة شرعية، فلم تعش ماريا حالة الظل وحالة الشغف. بالنسبة حتى أعمل كليك مع أستاذ حسين، حالة الشروط القاسية في نساء كثيرات، وخلونا نكون صريحين كثير، نحاول نكون نتكلم بشفافية. كم من شاعر وكم من أديب وكم من روائي وكم من رجل على هذه الأرض عاش هذه الحالات الملتبسة في الحياة: الأم، أم العيال، السيدة الفاضلة التي ترعى بيته، والعاشقة أو العشيقة والخليلة. والخليلة هنا ليس بالمعنى السلبي، لما الله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم خليل الله، الخليلة هي الصديقة. وأنا كنت دوما أردد عبارة بأن الرجل العربي يتعامل مع المرأة بكل المستويات إلا الصديقة، فلما يراها في العاشقة أو العشيقة الصديقة فهنا يحس بالراحة. أستاذ حسين في كتابه ما بين الزوجتين، وأنا كان لي ما جاوبت في البداية أنا تعرفت على الشاعر حسين لوتا في جلسة رمضانية في بيت الصديقة رفيعة غباش، وكانت الرواية بالنسخة الإنجليزية بين يدي، تتذكر حسين؟ فأنا قلت له ما بين زوجتين، لأن أنا طول عمري حتى أشبكت بالحالة الذاتية. كثير من الصديقات، ما راح أقول أنا وصديقاتي، كثير نتقاطع مع هذه القصص. كثير من النساء من العشرينيات وحتى الأربعينيات من أعمارهن عشنا قصص حب مع رجال متزوجين، وسرقت منهن أخصب مراحل عمرهن بخيارهن، لأن إحنا خيارنا بإيدنا، إحنا نقرر نكون أضحية أم لا، إحنا نحب نكون امرأة الشموع أو امرأة المدن أو امرأة الظل أو امرأة العتمة. فأنا لفت نظري حقيقة وحبيت أقول، وحتى الآن أفتتح كلامي، إن العنوان لافت وصادم ومغري وفخ، فخ للمرأة قبل الرجل. ويمكن الرجال، يمكن الحين معانا الشاعر كريم معتوق، في رجال أكيد لما قرأوا هالعنوان يمكن سبب لهم غيرة أو سبب لهم استفزاز، ما أو لفت نظرهم، صح؟ لفت نظرهم ليش ما كتبوا في هالموضوع. هذا الموضوع أنا أعتقد الكتاب للسبق لشجاعة الكاتب،
حتى لو اختلفت معاه فنيا في النص. سؤالك تبين تعرفين أنا حبيت متزوج ولا لا؟ أنا لن أسأل. هذا سكوبك اليوم؟ إيه حبيت. أوكي الجواب كافي. يعني أنت مهدتي لي للسؤال التالي. لقد جاوبتي على السؤال بكل جرأة وأحييك على جرأتك. مساحة الجرأة أستاذ حسين والذهاب بشجاعة إلى مساحة المسكوتات. اخترت في روايتك أن تكتب كمقدمة لها هي شبه سيرة ذاتية. الكلمة صراحة أثارت لدي تساؤل وخصوصا بعد انتهائي من قراءة الرواية. هل يحق للكاتب سرقة الكثير من التفاصيل من الرواية ووضع التفاصيل أخرى عند اتخاذ القرار بكتابة سيرة ذاتية؟ أعلم بأننا إحنا مجتمع محافظ والحفاظ ويمكن أن تكتبتها بالطريقة حفاظ على خصوصية الأشخاص، لكن حبيت أعرف رأيك بالموضوع. أنا كقارئة حسيت أن في تفاصيل جدا مفقودة، يعني ما حسيت أني أنا عشت القصة كقصة عشان أتعاطف مع أبطالها. فهل كان باختيارك سرقة هذه التفاصيل؟ وهل يعني أنا أرجع أكرس عليه، هل يحق للكاتب أن إذا هو اتخذ قرار أني أنا أكتب سيرة ذاتية أن يأخذ بعض التفاصيل منها؟ شوفي أتصور كلمة شبه تعطيني مساحة. مساحة أيوة، هاي كانت جدا ذكية. أنا تعمدت أني أحط شبه، وبعدين أنت تتكلمين عن الحين الصوت، بس أنا مفروض أقرب الميكروفون. أنا حبيت أقول للقارئ أيوة. اللي كتبت في الكتاب. أوكي. أستغرب بعض الأحيان يقولوا لي طيب ما تكلمت عن كذا، ليش يوم رحت هناك ما قلت كذا، وأنت إيش دراكني أنا قلت، وإيش عرفكم أني أنا هني قلت أو ما قلت. أنا أقولكم أنا أبغي أوصلكم اللي أنا حطيته في الرواية، اللي أنا كتبت في الرواية، لأن أنا أتصور عندي أهداف ورسائل في هالرواية. صح. مش لازم حد في بالي شيء أي ويقول لي تعال أنت ما كتبته هني. أنت يعني في ناس بعدين لا تنسين أنا أكتب عن أشخاص حولي موجودين. صح. هذيلا طول الوقت حولي، ليل نهار موجودين حولي، زوجاتي موجودات، أولادي بناتي كلهم حولي. يعني أنا مو بياي أجرد الجميع. صح. عشان يستمتع القارئ، مو بهاي الفكرة. ممتاز. الفكرة أني أنا عندي أشياء في نفسي أبغي أقولها. أول حاجة لنفسي أنا بغيت أفرغ أشياء موجودة عندي من صغري، بغيت أي وأكتبها وأطلعها. الشيء الثاني بغيت أقول حق لعيالي والأهلي وغيره، أقول لهم شيء ممكن يتعلمون منه أو يتعلمون من تجربتي، إذا حبوا يسوونه ما يسبونه، لكن كل حد في النهاية بيوصل نتيجة. أنا صح. حتى النتيجة مفتوحة، ما صح. ما علقت صح غلط كذا، تركت الباقي. كان صراحة أنا وصلتني هالمسج، يعني كانت واضحة بالنسبة حقي. أنا بسأل دكتورة بروين كقارئة، وهو يعني تعقيبا على السؤال اللي سألته الأستاذ حسين، ما الذي كنت تبحثين عنه في الكتاب ولم تجديه؟ الكثير. أوكي. يمكن الكاتب حسين لوتا رغم الموضوع وصعوبته، كونه أيضا رجل خليجي، في إحنا في الوطن العربي كله هذا الموضوع يمكن صعب طرحه، كان بالنسبة للرجل، يعني رجل يتكلم عن زوجتين، والصعوبة في ذلك والفخ اللي نصب لنفسه والمأزق أعتقد كمتلقي بأنه كان ذاهب إلى سيرة ذاتية. فبين السيرة وبين البناء الروائي هنا صعبت المسألة عليه. كما ذكر قبل قليل، أنا عايش مع زوجاتي، أنا عايش مع عيالي، أنا عايش في اعتبارات اجتماعية. صح أكيد. فهو كان المفروض، ما أحب أقول كلمة مفروض على الكاتب لأن ما أحب أصادر تجربته، هو اختار هذا الجنس من الكتابة بين المذكرات، يعني بين تجربة شخصية لرجل إماراتي. أعتقد هو أراد أن يسرد قصته وهو
كثيرا ما يقول ذلك. فأنا أيضا عندي رسائل قصيرة أقولها لك. كثيرا ما نخطئ نحن القراء الخاصين، إذا صح التعبير، أو من طراز نهم للقراءة، أن نصادر أحيانا احتمالات اتجاه الكاتب في نصه بسبب التعطش لأمر ما. صح. موهومين أن نحن نلحق ما نحب أن يكتب. يعني أنا كنت حابة أني أحس بالنساء اللي عايشين معاه، كنت حاسة، فهمت قصدك لما قلتي تفاصيل، كنت حابة أحس بعليا الزوجة الأولى الإماراتية أم العيال لما تزوج عليها، كنت حابة أشعر بمعاناتها، كنت حابة أحس أن هي تتحرك قدامي أكثر، شو ملامحها أكثر النفسية، شو مراياها، شو ظلالها، كل هذه الأشياء أنا كنت حابة أشوفها كامرأة. كنت حابة أشوف ماريا الثانية اللي حبها واللي تجرأ أنه أيضا أن يعلن زواجه منها. كنت أتمنى وأنا ذاهبة إلى القصة بأن في يوم مصيري لما كتبوا مقدمة الكتاب لقاء بماريا، كنت أنتظر بصراحة زواج عاشقين، زواج يعني كنت أحس أبي أشوف هذا الحب الجارف، يعني الرجل لا يضحي بأن بعائلته وبزوجته الأولى إلا إذا كان في حب عنيف وجارف. وأيضا في أحيانا كثيرة وفي معظم الأحيان من القصص اللي أنا أقرأها في الحياة واللي أشوفها واللي أعيشها، كثير من الرجال ما قدروا ينتصرون لحبهم. صح. رغم أنهم عاشوا قصص حب عنيفة، لكن ما مش لأنهم مش شجعان ولا مش فرسان، ما كان عندهم هذا هاي القدرة على أنهم يعملون هذه التجربة. فأنا كنت حابة أشوف ماريا هذه شو ملامحها، استيعابها، واحدة من أمريكا اللاتينية جاية على الإمارات وراضية بأنها تعيش بأقصى الظروف. يعني هي ما جاية تتزوج خليجي مترف، يعني في حالات، حسين ما أدري صحح لي، لما كانت عايشة بدون مكيف استعرت فرش البيت من صديقك ودخلت عليها والبيت يحترق. يعني كنت حابة أشوف هل ملامح أوضح أصواتهم تجربتهم مع الرجل اللي اختارهم. في رسالة أخرى، يعني ما بين زوجتين، هاي الحالة يعيشها الرجل سواء خليجي أو عربي أو عالمي. يعني في رجال يعيشون حالة الزواج والمؤسسة مؤسسة الزواج حتى لو كانت بائسة، يحبون هالصورة السعيدة، هالصورة المثالية في نهاية المطاف، لكن عندهم على جانب هذه الحياة، على جانب هالروتين، امرأة يحبونها. ما راح نقول امرأة فقط عشيقة، لا، امرأة يحبونها وصديقتهم، وهي المرأة اللي هم يعني يتكئون عليها ويرجعون لها، لكن ما يتزوجونها. فهو حسين، انت قلت في الرواية ان احدهم سألك كان ممكن ما تتزوج، ورجل من الغرب، انت قلت له انت عندك صديقة على زوجتك، لكن هو رد قال لك انه اوكي، بهالمعنى انه ممكن الواحد يحب على زوجته لكن في الاخير يرجع الى عشه، انه في امراه تنتظره. لا انا فاهمه هو كلامك خلط بين مكانين. يرجع الى عشه، هاي كان لقاء بين اصحابك وقاربي. إيه؟ وكانت زوجته تتكلم بهالنبر بالضبط، انه هو يروح ويسافر وعنده صديقات وعنده، انا عارف، بس في النهايه يرد. لا انا فهمتك، مش خلطه. لا بس لا بس انت خلطي بين وبين الشخص الاوروبي صاحبي. الشخص الاوروبي يقول نحن نتكلم كنا عن شخص، يعني عن صديق مشترك بيني وبينه. لانه هو سالني قال لي كيف انت ممكن تتزوج؟ صح، كيف ممكن تتزوج؟ قلت له ليش ما اتزوج؟ يعني كيف تتزوج زوجتين؟ قلت له مثل ما صاحبنا فلان مصاحب على مرته، صاحب، مصاحب. انا فهمتك، انت تعرف وانا اعرف انه هو مصاحب وهو يحب صاحبته، وقال لي ايضا هو يحب زوجته. اذا قلت لي نفس يعني نفس المعيار اللي تتكلم فيه عني، انا تتكلم عنه هو، نحن بس نسويه بعقد وقير ورسمي، انتم ما تسوون. يعني انت بس خلطتي بيني وبين الشخص. لا انا بس الشخص لازم حسين الشخص. انا بس حبك لسؤال اخر. لا انا مش خلطت بالشخص، بس فاهم الفكره، انا بغيت اوصل للفكره، ما دققت. هل يمكن للرجل ان يحب بتساوي؟
يحب تساوي؟ لان انا ممكن ما علي، احنا اليوم كنا نتناقش انا وزميلتي رنا، وكنا من النقاط التفاصيل اللي كنا نبحث عنها كنساء، يمكن انا اعقب على كلامك دكتوره، اللي هي يعني كنا يمكن احنا كفضول امراه كنا نبى نعرف انت تحب منو اكثر. فهذه انت كنت يعني انا يعني اشهد لك انك انت ما اعطيت القارئ الى اي كفه تميل. فهل هذا معناه ان كنت تحبي تساوي او اخفيت الحقيقه عن القراء؟ يعني هل ممكن الرجل انه يحب الزوجه الاولى والزوجه الثانيه ويعدل، ولا الا ما الكفه تميل بعض الاحيان؟ شوفي مساله، انت كنت بارع في صراحه في الكتاب. مساله العدل اظني رب العالمين تكفل فيها، انتم ما تعدلون، ما 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 يحتاج انا اقوم افتي فيها. انا اتكلم عن الحب. ما علي يعني لا الميكروفون عندي الحين خلاص ماشي. انا بحاول اربع صوتي زين. اوكي بنفتح باب المداخلة. لا احنا تربية اسماء. لا انا الحقيقة حاب الجميع يتكلم، انتم تسمعون ونحن نسمع، لان احنا يمكن انتم عندكم الاسئلة اللي يمكن ما في بالنا، احنا يمكن محاضرين الجماعة لكن انتم ما محاضرين. انا اتكلم عن المحبة. اول حاجة انا تزوجت اول مره وانا باغي حرمتي وانا حابنها. صح انا حابنها يعني. كيف سويت الشغله الثانيه؟ لا انا ولا غيري يقدر يتحكم في مساله انه هو تقدر تجذب فلانه او علانه او كذا. انا اقول ما بيديك انت. صح. يمكن يوم نحن صغار، انا اقول دائما نحن بالعشرين قلوبنا غير عن الثلاثين، وقلوبنا غير عن الاربعين، وقلوبنا غير عن الخمسين. اليوم اللي في الخمسين اذا قدرت وحده تاخذ قلبه ما له الا يحطه في قلبه. يا سلام. في الخمسين اقول يا سلام، وفي الستين وحتى وين ما كان اليوم قلبك غير عن العشرين. اول انت طيري مر عليك ياخذ قلبك وانت في العشرين. ف يعني المهم اقول انت تاكيد محبتك لزوجتك الاولى احتفاظك فيها واصرارك على احتفاظك فيها، لان لو ما كنت تحب بتقول مع السلامة. صح. لأن رب العالمين أوجد في القرآن صورة كاملة للطلاق، ولا أوجد صورة للزواج، صورة للطلاق كاملة. صح. ليش أوجدها؟ أوجدها من أهمية الطلاق في حياة البشر. نحن اليوم. صح. لما نأسس شركة الزواج على شو تقوم؟ على المحبة والرحمة، المودة والرحمة، يتقيم عليها هاي. فالمسألة أنك أنت تتزوج وايد سهل، الناس تعارفوا وغيره وتحابوا وسووا العقد ووقعوا، لكن لما يجون يتخلصون بينهم عيال وبينهم مشاكل وبينهم بيوت وبينهم كذا وبينهم وبينهم، مثل ما تأسس شركة، لما تأسس شركة مع صاحبك أنت هدفك الربح ومبسوط وكذا، وأسست الشركة وقفت الشركة بعد يمكن 10 سنين، جيت بتخلص تحتاج شركة محاسبة عشان تخلصك. ولذلك رب العالمين أوجد لنا مسألة الطلاق صورة كاملة في القرآن، وشيء طلاق اسم الطلاق الناجح اللي ما يعرفونه جماعتنا. نحن مثلا عيالنا مثلا، يعني انا باخذ الحديث يمكن جانب اخر، نحن عيالنا يوم يبي يتزوج يقول انا ابا بنت فلان، يمكن احنا ما نعرفها، يمكن احنا ما نباها، يمكن كذا، لكن هو يباها، صرنا نحن ويمكن حتى اهلها اصحابنا واصدقائنا ويعزون علينا، ياخذها شهر شهرين سنه كذا بعدين يطلقها. لما يطلقها شو يستوي؟ نصبح كلنا اعداء. صح. ما يتكلمون يانا، ما يشوفونا، ما يتقربون منا. نحن شو ذنبنا؟ نحن ما لنا ذنب. مفروض يكون في طلاق ناجح، طلاق ناجح، لان الواحد لما حب واحد ما اعتقد انه يهون عليه يؤذيه. انت لما ماخذنا حابنه، كيف انت ممكن تتصور يوم من الايام انك انت تسويه بشيء او تؤذيه؟ مثلا أنا أتكلم حتى يأخذني الحديث شوي في هالمسألة، حتى من ناحية القانون اليوم أنا أسمع مسألة الحريم والنساء 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 والنساء، كأن في حرب بين نساء وبين رجال. وهاي نبرة أتمنى أن أنتم تشلونها من رأسكم لسبب بسيط. أنتم منو بوتكم؟ بوتكم ريايل، ريالكم ريايل، أخوتكم ريايل، خوالكم ريايل، عمامكم ريايل، كل الدنيا ريايل. فما يمكن ما قايم الدنيا على حريم وعلى ريايل، قايم من استوى الدنيا هكذي. ما يمكن ان يكونون هذا في حزب وهذا في حزب وهذا متعصب وهذا متعصب. ما يا جماعه ما يمكن. يعني الواحد لو بس يطالع حوله
بيعرف شو الريايل، وإذا طالع حول شافوا منو الحريم الريال العود إن بغى يصيح صح في حضن أمه. السلام عليك. السلام عليك. رحب فيك أخوي. أنا بس أنا بقيت نقطة واحدة مهمة أقول في النسبة، بالنسبة للمطلقات، المطلقة إذا طلقها الريال بغى صار يعرس يعرس، إذا يتبت عرس خلوا عيالها عنها وعيالها صغار. أنت محامي حدافع عن حقها. أقول بأي حق يعني، أنا أقول بأي حق، مو بعدل، مو بعدل، يتغير قانون الكلام صحيح، يفترض أن يكون بس كده. يعني في معاناة، في يعني ناس عانوا من هال، حتى إذا بتسافر تبى جوازة تبى غيرة تبى كذا، يعني بأسا يعني، يعني نحن نقول الحق علينا ولا أنه أقول يعني الأشياء هاي مفروض الناس تتكلم فيها، ما تتكلم إنه والله الحرمة تبغى تتحرر وتبغى تسوي، لا، الحرية موجودة عنده، موجودة من يوم بطلت عين الحرية موجودة عنده. ومساحة تفضل. يا مرحبا أخوي حسين، ورحب أخويك الشاعر أمير الشعراء كريم معتوق. أنت أمير يعني بيننا اليوم بأمير الجلسة، وأنت وشاعرين يعني حظ العود اليوم، يعني أسمي بطلع منكم أشياء طلع منكم شعر. أخوي حسين، أنا قريت الرواية بين زوجتين، وصراحة العنوان كثير يعني العنوان ذكي يشد القارئ، لأن كل رجل أو امرأة يعني بيكون عندها حب استطلاع تعرف ماذا يعني ماذا يريد أن يوصله الأستاذ حسين لوتا. أولاً هي شبه السيرة ذاتية، فيها نوع من اللعب بالأسماء، أنا غيرت اسمك يوسف وكذلك أسامي زوجاتك الله يستر عليهم، ما أعرفهم إذا هي عليا والثانية ماريا، ما كنت أقدر أعرف. النقطة اللي وصلت لها، أنا كثير أحيي فيك الشجاعة أولاً. ثاني شيء، أنا مو مهم عندي أنا كأمرأة أعرف شعور المرأة، أنا أريد أعرف شعور الرجل. أنت وصلت لي إياها بطريقة جميلة، أنا ما بدخل بتقنيات الرواية الفنية مكتملة الحبكة، أكيد يعني فيها بعض الأخطاء بالنسبة لك أنا كرواية أولى يعني، بس إنك توصل لي إن الرجل حتى لو إنه تبع القلب، العقل دائما هو المحرك الأساسي، حتى مع ظروف المعاناة بين ثنتين رضوا بالمعاناة مع يوسف اللي يعيشون مع بعض زوجتين، يعني كل واحدة بأتعس حالاتها، يعني ما عاشوا بهذاك الرخاء ولا بقول لك الأشياء، مع هذا أكيد سر في حبك لهم، أكيد هم الثنتين العلاقة الشخصية لماريا بروحها والعلاقة الشخصية لعليا بروحها، أنت أكيد في نوع من الحميمية اللي خليتهم يتنازلون عن كل أنانية المرأة، الاستحواذ الرجل يكون لها، أعتقد السر فيك أنت، بس أنك أنت تتكلم وعجبني خاتمة الرواية لما قلت أنك يعني الله سبحانه وتعالى ولن تعدلوا يبقى الإنسان ثقل أعلى عن ثقل، أنت ذكرت أنك أنت انشليت يعني جانب يعني أثقل من جانب أنك أنت ما قدرت تعدل، بس اللي حبيته في روايتك وحبيت قلمك الجميل أنك ما أهنت ولا واحدة منها، يعني صح أنت عبرت عن كلامك وعبرت عن رؤيتك وعبرت بطريقة إنسان صادق، فيها شبه من السيرة الذاتية، بس طبعا فيها لعبة الكاتب والمحاور، بس أهنيك على هالرواية. الله يكرمك. كثير حبيت الأسلوب، ما يهمني ماريا ولا تهمني عليا، يقول المثل المرأة تربي نصف الرجل ونصف المرأة نصف المجتمع، نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. أنا مو قضية تحرير المرأة أو تغيير التحرير، ولا المرأة تطالب بهالشيء، هي يعني شجاعة كتابتك وأسلوبك وصلت بطريقة جميلة جدا، وإن شاء الله نتريى كتاباتك الثانية بين زوجتين، بدل قلبي بقول بين زوجتين، شو ما نبى بين بين ما بعد زوجتين يعني ما عارف. حلوة ما بعد زوجتين. بس صراحة أهنيك، وأنا محظوظة في صالون الملتقى نلتقي فيك ويكون روايتك انقرت عند مع المجموعة، بس إن بالفعل أنا سعيدة بهالرواية مشكورة طبعا، الفضل اللي يرجع للدكتورة بروين هي اللي عرفتني على الرواية، يعني مشكورة بروين ما قصرتي. أشكرش أنا على هالإطراء، خليني أقول الحقيقة أنا ما توقعت أساسا أني أكمل الرواية، لأني أخذت عني أكثر عن 4 سنوات. يتني فكرة، بتسرين هالسؤال خليني أبادر فيها. يتني فكرة كتبت صفحتين بس، لما كتبت الصفحتين الميكروفون الحين واضح؟ كتبت الصفحتين حسيت ان فيه شيء، يعني انا الصفحتين اختزلت فيها رسالتي لعيالي بالذات، قمت ترجمت هاي الصفحتين، ترجمتهن ابغي اشوفهن، لان انا في الاساس لما جيت افكر اكتب الروايه بالاساس حبيت اكتبها بلغه غير العربيه وانشرها بلغه غير العربيه، اكتبها بالعربي بس انشرها بغير العربي.
لأسباب وايد، يمكن تكلمنا عن بعض الأسباب منها. نحن مجتمع قليل ما يقرأ، الغالبيتنا. أنا أشوف حتى زوجتي الثانية وأهلها إذا بيسيرون أي مكان لابد يكون في الشنطة لابد يكون كتاب، لابد يكون كتاب. يعني جيت ألمانيا والوقت اللي أنا كنت بادي أكتب فيه بعض الصفحات وغير كذا، دار نشر كبيرة فيقول لي البست سيلر في ألمانيا 10 ملايين نسخة، 10 ملايين نسخة، اليابان 10 ملايين نسخة. يعني تتكلم عن يعني عدد كبير من 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 القراء. أنا أتكلم عن البستسيلر، ما يعني يمكن عدد كبير من الروايات تكون بستسيلر. فالناس تقرأ، تقرأ. اليوم أنت حتى في القطارات تشوفهم يقرون. نحن العرب، البارحة كنت أنا أشوف في الجريدة كاتبة عمود نسيت اسمها تقول وين نسختي، ما أدري يعني للأسف ما أدري اسم الكاتبة، وين نسختي، ثقافة وين نسختي. أنت إذا كتبت كتاب ولقاك واحد من ربع قال وين نسختي، يا سلام، شو نسختك، وين نسختك، روح المكتبة، روح كذا، روح اشترها. يعني نوعا حتى نوع من الدعم إذا أنت تعرفني وصاحبي وغير، أنت مفروض أنت تحرض حتى الناس إذا أنت مهتم بالكتابة. أنا أول حاجة أنا أقدر أقول أنا ما بكاتب ولا أتبع أساليب رواية ولا كذا، وكنت مقل جدا يوم أنا صغير كنت أقرأ بس بعدين ما يهم. نفس طريقتي في الشعر أظني أنا أسقطت على الكتاب، لأني أنا ما أقرأ شعر، قليل ما أقرأ شعر ولا يعني أتبع مثلا نماذج الشعر ولا حتى البحر ولا كذا ولا أعرف شيء، أكتب شو ما يخطر على بالي واعتقد انه ممكن يكون شعر اكتبه. عندي فكره احطه فيه، الناس تسمع فيه موسيقى ووزن ولحن وقافيه وكذا، انتهى بالنسبه عندي، الباقي ما يعنيني. واللي بيقول لي والله انت ما تبعت وغيره، اقول حتى اللي اوجد بحور الشعر لما اوجدهن كان قبل الشعر، ما اوجده هو اول ما طلعت الخليقه وحطه قال هذا الشعر، لا، كان الناس تكتب فيا واحد وحدد له وحط له مطار، ما أنا ما يعنيني الأطار. وفي الرواية نفس العملية، أنا ما جيت وقلت والله كيف يكتبون الرواية، أنا كتبت اللي في خاطري. ولذلك يمكن حتى الكتابة وصلت الناس بسهولة لأن أنا ما صنعت فيها ولا يلست أطالع النماذج اللي تكتب فيها عشان أكتبها للناس وأقول شوفوا هذا النموذج مثل هذا النموذج، لا، أنا قلت هاي قصتي، حلو، هاي رحلتي أنا، حتى بعيد عن الحريم، لأني أنا أقول أنا ما بين زوجتين، مبهم أنا، فأنا شو قصتي وشو تفكيري وشو تصوري حطيت في الرواية. ممتاز، أبغاهم يسرون. أنا ممتاز. عندي آخر سؤال بس. مساء الخير جميعا، نادية من الملتقى. سؤالي، هل في رسالة بالرواية ذكورية للذكور، تحذير من ظاهرة تعدد الزوجات لما بها من تبعات نفسية أكثر من مادية عليكم؟ يعني الرجال لما عم يتزوج واحد ثاني في 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 معاناة، فهل في رسالة للرجال يا رجال انتبهوا مش بهالسهولة؟ وكيف كانت ردة فعل الرجال، هل لاموك ولا هل شجعوك؟ وأنا كان ممكن أني أعطي عنوان آخر للرواية سميها بين نارين. أبداً، لا لا لا، بين نارين، أعوذ بالله، ليه؟ لا، إذا أنت تصورين النساء نار، لا، أنا ما أقبل عليهم. لا، أنت تحسوا حالكم بين نارين. لا 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 لا، لا. أنا حس الراجل، لا. حس نفسه بين، لا لا، مشتت. لا لا لا، ما علي، سامحيني. أنا بعدين السؤال الأول أصور أني أنا جاوبت عليه، السؤال الأول جاوبت عليه، أنا تركت الإجابة للقارئ، وأعتقد أنا ولو أن رأيي كان واضح جدا، واضح جدا، لكن أنا ما أقول يعني أحدد أنه والله صح ولا غلط. ويمكن هاي حياتي، شخصيتي أنا اللي أوجدت هالحياة. أنا مثلا خال والدتي اللي أنا سموني عليه، زوجات الرسميات 10، لكن شخصيتي مختلفة، شخصيتي مختلفة. لو كانوا 100 كان ممكن يحطم. الظروف يمكن مختلف. لا لا، الظروف والشخصية.
تلعب دور. اليوم في رجال كبار وعندهم أكثر عن زوجة، يعني شخصياتهم مثلي أنا لا، سلطتهم مثلي أنا لا، ولذلك الحياة مختلفة. لا الحياة مختلفة، ما 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 يمكن. أنت الشخصية تلعب دور عندك، أنت تحسب حساب حق البشر، وفي بشر ما يحسب حساب الحد. صح. يعني ما تهم زعلت أول كانوا، أول أهالينا كانوا. نحن أنا كتبت حتى في الكتاب في الرواية، قلت نحن كعائلة شو اللي خلانا أكثر قريب الألف شخص؟ شو اللي خلانا؟ تعدد الزوجات. اليوم أشخاص تلقينهم أحفاد يمكن أكثر عن 70-80 واحد يرجعون واحد من شو؟ لأن زوجات كثار. وليه زوجات كثار؟ شوفي أنا أقول في أسباب وايد مهمة. اليوم ما يتكلمون عن عنوسه، يمكن كلكم تعرفون، وعنوسه يعني بنسبة كبيرة موجودة، وفي ثراء فاحش موجود. الناس اللي عندهم ثراء يفترض في المجتمع مثل ما كان سابقا أن يعدد، لأني شوفي أول لما يعدد ما ينعم على الزوج لحالها، ينعم على الزوجة وأهلها ويرانها ومنطقتها كلهم. أول كانوا بالطريقة هاي يتعاملون بالطريقة هاي، فيكون عنده حتى لو يطلق الحرمة وموجود عيال عنده ويروح يزورهم بعد فترة يحتفلون فيه، لأن أنعم عليهم، لأن الحالة كانت غير، وضعية البشر غير، تعبانين. اليوم واحد ثري ويقولك لا إلا أم فلان، هو يروح عند هاي وعند هاي وعند هاي، بس يقولك لا إلا أم فلان، وأم فلان عنده ولدين 3-4، وهاي الثروة كلها بتكون عندهم، والله يعلم شو سوبه. يعني حتى من ناحية أظني معالجة مشاكل يفترض، بس أنا أتكلم عن شخصيتي أنا، ولذلك اللي موجود ممكن ما ينطبق على الآخرين، ولا أقدر أنا أقول لا مفروض يكون كذا لأني أنا شفت كذا، لأن هاي مسألة شخصية بحتة. شكرا جزيلا. خليهم يسألون. السلام عليكم. الأخ حسين لوتا، أشكرك على حضورك اليوم. أنا قريت كتابك، يعني توني بادي أقرأ، أمي اسمها حمستني أني أقرأ الكتاب. وايد وايد يعني فكرة أن بين زوجتين، هاي الفكرة أصلا أنا عشتها مع أمي وأبوي وتعدد زوجات عنا. يعني اللي حابة أوصله بس للمجتمع، مو بس الحريم، الريايل، أن قبل ما تتخذون قرار أو أي شيء فكروا في الأطفال اللي أنتوا قاعدين تربونهم. يعني فكروا مثلا، يعني بعطيك التجربة very clearly. أمي متزوجة أبويا، طلقوا عمري 8 سنين، وبعدين راحت بعدين أمي تزوجت، زوج أمي كان متزوج قبل وعنده 5 أولاد وبنت. يعني العلاقة بين الزوجة الأولى اللي كان متزوجينها عمي وزوجته الثانية اللي هي أمي كانت جدا جميلة. يعني الناس تنظر لها أن يقولون أنت كيف أمك وعديلتها يرمسون بعض، ماك عادي كيف يعني يرمسون بعض؟ يعني العلاقة هاي ترجع الزوج أمي اللي هو اللي خلاهم يحبون بعض، هو اللي خلاهم يتعايشون مع بعض لدرجة أنهم عادي يسكنون في نفس البيت. كيف يعني he was a very smart man، إنزين إنه كيف عدل بينهم وكيف خلاهم يحبون بعض، وكيف إحنا كعيالها حبيناه، يعني حبيناه يعني مثل حبنا لأبونا اللي ما عشنا معه. فأنا شو اللي كنت يعني أبغي أوصل للمجتمع، إنه صح إن إحنا عشنا مثلاً طفولة صعبة ولا، وبس أمنا اللي هي ربتنا بروحها ويدتنا طبعاً، بس أن حسينا أن زوج أمي هو الأبوية مش أبوي، ترى صدقي أبوية مع كل احترامي نحبه وايد وكل شيء، بس ما عشنا معه. فيعني إحنا فهاي التجربة كانت جداً صعبة، لما كبرنا إحنا اكتشفنا هاي الصعوبة اللي يعني أن كيف the past affects your future، هاي اللي أنا قصدي. وشيء ثاني بس اللي أبغى أعرفه، أنك أنت كيف قدرت تعدل
مش تعدل يعني. أنا قصدي ما أبغى أتكلم عن الزوجات، أبغى أتكلم عن الأطفال، عن عيالك، إنه يعني كيف مثلاً من الحرمة الأولى كيف والحرمة الثانية كيف، إنه يعني كيف العلاقة بين الأطفال هي هي. لا أنا أتصور شوفي اللي يلعب دور كبير في هالمسألة الأمهات أكثر عني أنا. الأمهات أكثر عني لأن من صغرهم العيال يكونون عند الأم. صح. فهي تنشئهم. صح. إذا كانت هي بتشحنهم على الطرف الثاني بينشؤون مشحونين. صح. يعني غير قابلين للطرف الثاني، حتى لو أنت بتلزمهم بتركبهم في السيارة وبتوديهم بتحس العلاقة مو بمريح. لكن لو هم تركوا هالمسألة للأولاد يقولون والله هذا أبوهم وهذه العيال وهذه العيال ويتركونهم، يمكن في البداية يمكن يكون شيء من هالقبيل الموجود، لأن بداية المسألة لابد أن الأولى يعني مضايقة وتعبانة غير كذا، حتى لو ما تتكلم إلا ما يبين عليه. لكن في النهاية لا، الأمور الحمد لله طيبة يعني. بعدين لما يكبرون العيال تصبح أنت المرآة لهم، خصوصا أنا كنت أقول الأولاد لكن أنا لاحظت حتى البنات لما يكبرون يشوفون بصورة مختلفة. فما أتصور أن يعني عندي مشكلة في المسألة. مساء الخير أستاذ حسين. رنا من صالون الملتقى. حضرتك تفضلت وقلت أنا أكتب ما أريد أن أكتب أو أقول ما أريد أن أقول، ويعني مش مهم إذا في ثغرات أو معلومات نريد أن نعرفها، ولكن أعتقد لحظة بس لا نعم. أنا تكلمت عن تقنيات الكتابة، أنا ما أعرف بس إنه لا عن المعلومات، إنه شو كنا منحب نعرف أشياء أكثر. لا اسمحي لي قبل أكتب الرواية. نعم. أنت عارفة شو راح أكتب؟ مش عارفة. لا أكيد. أنا عطيتك رواية من عندي، عطيتك قصة من عندي. مزبوط. أنا تكلمت وقلت القصة لأن أنا عندي كلام ممكن أكتب 10 كتب. هل أنا أكتب الكتب هاي وأعطي شيء؟ لا صح. إذن منطلق نقدي حيكون أنا كرواية أدبية بغض النظر عن أنه الشخصية المحورية فيها هي الكاتب. أنا لما تناولت الرواية يعني أنت وصلت للذروة في الرواية أنه الزواج بسيدة أخرى، هذا الزواج لم يكن له أي مبرر، لم توضح هذا المبرر، أنت لا تريد أن تقوله، ولكن أنا كشريك لك كوني قارئ أريد أن أعرف، لأن هذه هي الذروة في الرواية، فحسيتها كانت ثغرة في تطور الأحداث وفي بنية الرواية. الأجزاء التي ذكرت فيها الجن بصراحة يعني لم تخدم النص بل أضعفت من النص، طبعا أكيد رأيي شخصي. في الفقرة اللي كتبت فيها عن ميغيل قريب ماريا، وكنت تنتقد الشباب أو لم يكن انتقاد، كنت تتكلم عن الشباب المسلم الذي لا يستطيع الزواج في سن مبكرة، عليه أن يصوم وقد يصوم 15 سنة حتى يقدر يتزوج، يعني كنت عم تحكيها بروح نقدية أو ساخرة شوي. قد يكون هذا ما يطرق على ذهننا، ولكن طرحك له كان في نوع من التشجيع للشباب على أنه ياخذوا منحة ميغيل على الزواج. لا لا مش على الزواج، ميغيل ما تزوج، جاب أولاد من دون زواج. ممكن بس أعلق لك في هالنقطة بالذات. هاي النقطة شوفي، لما تكلمت عن ميغيل أنا كنت أتكلم عن الشباب المسلم وتكلمت حتى عن نظام التعليم في هالموضوع. قلت أيوة. إن التعليم يمد مع الشباب، ممكن حتى لو حب يكمل ويكمل يوصل للثلاثينات وهو بعد ما تزوج. نحن ما عندنا مجال تفريق، نحن مش مثل يعني أجانب، نحن كمسلمين وكمجتمع شرقي وملتزمين ما عندنا مجال آخر غير الزواج. نعم. يعني وين نروح يعني؟ فأنت إذا بتدرسني لين الثلاثين وبعدين وما عندي مفر آخر يعني إذا بتزوج مفروض تكاليف وغيره وإلى آخره، وين أروح يعني؟ الأولاد الشباب أنا أقول الولد لما يوصل سن البلوغ شو يحتاج؟
أول ما يشب الولد شو يحتاج؟ يحتاج الطرف الآخر، يحتاج يعني في الغرب يروح الثانوية ويحصل لصاحبته، يروح الجامعة يحصل صاحبته، فالتفريغ عند الكبت هذا الجنسي غير موجود عنده. فأنا أقول يفترض أن نحن نساعد الشباب الصغار على الزواج، وحتى لو سن صغيرة، حتى لو نحطهم عندنا في البيوت، لأنه هو محتاج، لو أنت ما تحس به بس هو محتاج، حتى من داخل تعبان، فممكن يكون عنده وسائل. يعني شو يسوي؟ هم يتكلمون انه والله اذا ما قدر يتزوج يصوم. انا اتندر على مساله انه يصوم، كم يصوم؟ فهمت الوضع، بس طريقه الطرح كانت بتوحي باكثر تشجيع على انا بقول لك حاجه. لا لحظه بس، لحظه بس. الروايه نعم بتمر على 1000 شخص، كل واحد بيشوف فهم خاص له، لكن مزبوط. الفهم الاساسي عند الكاتب وموضح لنا. انا وضحته بالشكل هذا، انت فهمتيه بشكل مختلف. يا اشكر الشاعر مروين حبيب والشاعر حسين، وحقيقه انا لم استمع الى نقاش روايه، يبدو ان الاستاذ حسين اصر ان ياخذ الجميع في قصه سيره ذاتيه وليست عمل روائي. يعني كنت اتمنى ان احنا يعني نتحدث، اذا كانت جميعهم قالوا هي أشبه بالسيرة الذاتية. الآن هذا من يقرأ هذه الرواية أو هذا العمل الأدبي الذي لم أقرأه، يعني لم أتشرف بقراءته خارج الدولة، هل يعني سيصل إلى ما تريده أنت، أم أن الرسالة فقط مقتصرة على تقديم نصيحة إلى أولادك في المستقبل؟ أنت جدا ذهبت في شرحك بعيدا إلى دور الواعظ والمصلح، ونسيت لغة الفن أو رسالة العمل الروائي. الرواية دائما وفي كل الكرة الأرضية تبدأ من واقع صغير وخيال كبير، يعني ليست بهذه العمق التفاصيل الاجتماعية. يعني حتى أنني لم أجد شاعر، يعني أنا في السيرة الذاتية أتحدث أن الزوجة لا تلهم الشعر، الحبيبة من تلهم الشعر الملهمة. أنا في كتابي، يعني أنت ما شاء الله ألهموك عمل روائي، وهذا الشيء طيب، أنا يعني أغمضك عليه. يعني فنستطيع أن نقول هي عمل سيرة ذاتية ولا رواية؟ لأنهم كلهم قالوا تقرب من السيرة الذاتية، بس النقاش كله أستاذ حسين يدور حول سيرة ذاتية. وأنا أقول شبه، أنا حطيت بس شبه، مسألة شبه لغرض معين، لأني أنا ممكن في بعض الأحيان ما أبغي أتكلم يعني بالحرف سيرة ذاتية، لأن فيها أشياء أنا بتكلم عنها وبحور فيها بعض الأشياء، لكن هي بالأساس بتكلم فيها سيرة ذاتية تبدأ من ولادتي إلى اليوم، هي سيرة ذاتية بالأساس. أنت أظني إذا قريتها يمكن بيكون لحديث آخر. يمكن نقديا حابة أرد على سؤال الصديق الشاعر كريم معتوق. أنا في البداية قلت يمكن جواب حتى لرنا، أن أنا كنت رايحة للنص وكنت منتظرة زواج عاشقين، كنت أنتظر هالملهمة، كنت أنتظر هالحالة، كنت يعني أريد أن أرى طبقات النص. وأنا يعني في نظري، ما أدري يختلف معي الكاتب أو لا، أن أنا أميل إلى أنه هذا الجنس شكل من أشكال كتابة مذكرات وسيرة ذاتية، أما الرواية فتحتاج إلى layers، طبقات بناء روائي، ملامح شخصية، تمثيل جمالي للحياة، لغة، تكنيك، تقنيات. هذا هو قبل قليل شرح الأستاذ حسين أنه هو ذهب إلى كتابة هذه التجربة، وهذا حق مشروع للكاتب، كما بين أنه حتى في القصيدة مش مهم عنده عروضيا وكذا وكذا، وأشكال الإيقاعية للقصيدة هل هي عمود أم حر كذا. فهمتك حسين؟ حتى بالرواية هو لما يتكلم، لأن النص إحنا أمام فخ كريم، في بعد اجتماعي ممكن نتكلم عنه ساعات، وفي بعد فني. هذا البعد الفني لم يكن يشغله كما فهمت، لم يكن يشغله، لذلك أنا اعتبرت أن التجربة خجولة أمام الفعل الروائي. إن هي نعم فهمت، أما أن أنا لما أعنون النص وأحط رواية، هذه مسؤولية أن أنا أدافع عن تكنيك، عن الخيال هو عالمي أنا مثل ما قال مالرو. فهذا هو
شيء آخر، لأنه مش مشغول أو مهموم أو مسكون بخلق نص روائي يحمل تكنيك مختلف، ما ذهب إلى فكرة إن كيف يطرح الناريتر هو يوسف هو نفسه. ولذلك هو أنا قلت له من البداية أنه كأنه نصب فخ لنفسه، ما قدر حتى يعبر عن مشاعره. أنا أعتقد هذه معاناة حتى في الكتابة، أكيد عانيت حسين، لأنه أنا مثل ما قالت إن أنا ما عرفت من الأحب إلى قلبه. أنا طول الوقت حاسة إن ماريا، ومن حقي إني أفكر ماريا، لأن لو ما كان الرجل ما يغامر بأنه هو يتزوج على مرته إلا إذا في حب عنيف وحب ضارب وجرفة، وإلى حد ما هي كانت مجازفة مغامرة غير محسوبة، صح ولا لا حسين؟ أنا صراحة كنت وايد حابة أن نكمل الحوار، بس الوقت داهمنا وما نريد نخلي شاعرنا كريم معتوق ينتظر، أخاف يهجينا بعدين بقصيدة. نشكرك والله، هي أنا كنت يعني كنت أتمنى أن تختم لنا إياها بقصيدة، يعني والله ما حفظ وايد، لكن تكلمتوا عن الإلهام وعن الغزل وعن المحبة، أنا عندي بعض القصائد وايد أحبها ويمكن أكررها وايد. أنت سمعتي كذا قصيدة أقول أرجوك لا تغمض عيونك إذا نمت، لجل الذي يهوى عيونك يراها، خل الكلام اللي بها يكسر الصمت يضوي بها برق اللمع في سماها، خل النظر يروي ضمى خافق انشلت بين الضلوع اللي ترامى عناها، الله أكبر قلتها فيك وامنت، رب عطاك عيون محد خداها، عيون حر وسكنت في نظر بنت، يطرب لها ذاك الوحش ويتباها، إن أقبلت موت وإذا ودعت مت، وش حيلتي بعيون موت دواها، شفت العيون وليتني عاد ما شفت، ما نلتنا غير العنا من وراها، يا من غزيت الروح بالود واشعلت نار على نار تزايد لضاها، هزيت قلبي هز لي بال زلزلت وودعت في روحي ركايز بلاها، يا زين زنت العين يلي بها زنت، سبحان من كمل حلاك بحلاها، اشفقت علي تنظره عينك اشفقت، ورثيت للي من خلج مراها. سلامتكم. صح لسانك صراحة أنا جدا سعيدة أني أنا استضفتكم اليوم دكتورة بروين وأستاذ حسين لوتا، أشكركم على هالجلسة الرائعة، وسامحنا يعني إذا كانت شوي الأسئلة ثقيلة العيار. وشكرا دكتورة بروين، شكرا لحضورك الجميل. تفضلي. ردا على حسين، لديه امرأتان، امرأة في سريره وامرأة في سرير حلمه، لديه امرأتان، امرأة في قلب بيته وامرأة في بيت قلبه.